السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل الليلة ما بدأناه بالأمس في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وحاصل ما ذكرناه بالأمس أن الإمام أبا عبيد رحمه الله أجاب عن سؤال ورد إليه عن اختلاف الأمة في مسألة الإيمان، فبدأ جواب هذا السؤال ببيان أن الأمة قد افترقت إلى طائفتين، طائفة تقول بأن الإيمان قول وعمل، وطائفة تقول إن الإيمان يحصل بالإقرار وإن لم يتحقق معه عمل، والقول الأول هو قول أهل السنة والجماعة، وحكى عليه الإجماع كثير من أهل العلم، والقول الآخر هو قول مرجئة الفقهاء. وهذه العبارة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أصبحت شعاراً يميز أهل السنة في هذا الباب، فلا يقول أحد غيرهم بذلك، يتفق الوعيدية مع أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان، لكنهم يختلفون معهم في زيادة الإيمان ونقصانه، والمرجئة يختلفون عن أهل السنة في الأمرين، في أن العمل من الإيمان فالمرجئة يخرجونه، ولذلك سموا مرجئة، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وكذلك يخالفون في زيادة الإيمان ونقصانه. وحتى يتبين أو تتبين حقيقة الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، يمكن أن نقول إن أهل السنة والجماعة اتفقوا مع المرجئة مرجئة الفقهاء في ثلاث مراتب واختلفوا في مرتبة، فاتفقوا في أنه لا بد من التصديق، فالمرجئة لا يخالفون في أن التصديق لا بد منه في الإيمان، بل هذه هي حقيقة الإيمان عندهم وعند متأخريهم، أنهم يحصرون الإيمان في مجرد التصديق. والمرتبة الثانية أعمال القلوب، ومرجئة الفقهاء لا يخالفون أهل السنة في ذلك، وإنما الذي خالف في ذلك هم مرجئة المتكلمين. والقول وهو المرتبة الثالثة، والقول إذا أطلق فليس المقصود به كل قول، وإنما المقصود به قول خاص وهو الإقرار بالشهادتين. فهذه لابد من أن يعرفها طالب العلم، فلا يدخل في مفهوم القول في قول أهل السنة الإيمان قول وعمل الذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك، بل هذا يدخل في العمل. فالمقصود بالقول في هذا التقرير عندما يقرر أهل السنة الإيمان قول وعمل أي الإقرار بالشهادتين خاصة. وهذه المراتب الثلاث لا خلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء فيها، كلهم متفقون على إثباتها. أين الخلاف إذن؟
الخلاف المرتبة الرابعة وهي أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وحقيقته عند أهل السنة، لكنها عند مرجئة الفقهاء خارجة عن حقيقة الإيمان، وهنا جاء الإشكال مع المرجئة. فالإمام أبو عبيد رحمه الله ابتدأ ببيان هذا الفرق المهم، وذكر أن مرجئة الفقهاء وإن أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان لكنهم ذكروا أنها بر وتقوى، فالخلاف هو في دخولها في الحقيقة، هل تدخل في حقيقة الإيمان أو لا تدخل في حقيقة الإيمان. ثم ابتدأ هذا الكتاب المهم في بابه في تقرير وجه الدلالة على دخول العمل في مسمى الإيمان، فلأن هذا هو مقتضى الرد إلى ما جاءت به النصوص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فبدأ بقضية هي في غاية الأهمية، وهي بيان أن الإقرار إذا تحقق من المؤمن ثم جاءت شرائع بعد هذا الإقرار فإنه يلزم إقرار بتلك الشرائع، وإلا لزم إذا أبى من قبول الفرائض أن يكون قد تحقق عنده إقرار وإباء. وهذا إشكال، أن يكون شخص واحد قد تحقق عنده إقرار بالشهادتين وإباء عن قبول الفرائض، فيكون مقراً من جهة وغير مقر من جهة. فهذا وجه مهم استند إليه الإمام أبو عبيد رحمه الله في بيان تناقض هؤلاء واضطرابهم، وبين ذلك بوجه آخر سيأتي تفصيله بعد قليل، في وهو إجماع الصحابة على قتال أهل الردة مع أنهم كانوا مقرين الإقرار بالشهادتين، لم يكونوا يخالفون في الإقرار الذي يعتبره المرجئة كافياً في ثبوت الإسلام والإيمان، وإنما في الإقرار بفريضة الزكاة وأنها لازمة لهم، فهذه هي التي ناقشوا فيها. ولهذا كان الرد الحاسم والواضح والجلي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، بمعنى أنهم لو امتنعوا عن أداء هذا العقال امتناع إباء عن قبول شريعة هي من دين الله لقاتلتهم عليه قتال ردة. ومن هنا حصل الانشراح لعمر رضي الله عنه وبقية الصحابة وأجمعوا على قتالهم قتال ردة. فهذا الذي افتتح به الإمام أبو عبيد رحمه الله في تقرير المسألة هو من أهم ما ينبغي التنبه إليه والحرص على فهمه. بعد هذا التقرير المجمل جاء الإمام أبو عبيد رحمه الله إلى الرد بذكر شبهات هؤلاء المرجئة وبيان وجه الرد عليها. فبعد التقرير لمنهج أهل السنة وبيان التلازم بين الإقرار بالفرائض والإقرار بالتوحيد جاء إلى مجال آخر، وهو بيان وجه البطلان في شبهات مرجئة الفقهاء، وهذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف
رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ولنا أجمعين. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. إذن وصف الإيمان على ما قرره الإمام أبو عبيد هنا يدخل فيه ما يتعلق بالإقرار الأول وما يتعلق بالإقرار بالفرائض، كلما نزلت فريضة لزم أن يحصل عليها إقرار، وهكذا يستمر الأمر. إذن هذه الفرائض على هذا الاعتبار داخلة في المسمى والحقيقة، لأنه لا بد أن يحصل إقرار بها كما حصل إقرار بالتوحيد في أول الأمر. نعم. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. وهذه كلمة على اختصارها لكنها في غاية الأهمية. يقول إن الخطأ الذي حصل لمرجئة الفقهاء أنهم ظنوا أن الله لما خاطب المؤمنين بالإيمان حين نزول الشرائع فهذا دليل على أن الإيمان قد تحقق لهم وأن الشرائع خارجة عن هذا الإيمان، فلا تكون الأعمال داخلة في مسماه. وحتى يتبين لنا الفرق بين أهل السنة والمرجئة في هذه القضية التي فيها إشكال، أقول إنه لا بد من بيان ما اتفق فيه أهل السنة مع المرجئة وما اختلفوا فيه حتى نعرف يعني هذه القضية الإشكالية وأين حصل الاتفاق وأين حصل الاختلاف، زيادة على ما سبق أن بيناه في مفهوم الإيمان قول وعمل. لكن زيادة على ما سبق فيما يتعلق بمفهوم أن الإيمان قول وعمل، ما قرره أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل، هل هذه العبارة قد جاءت على جهة التقرير ابتداء بحقيقة الإيمان بصرف النظر عن الموقف من المرجئة، أم أن الغاية والهدف منها في الأصل هو الرد على المرجئة؟ قولان أو اتجاهان في تفسير هذه العبارة. فالاتجاه الأول وممن ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لتقرير قول أهل السنة، وأن القول يشمل القول الظاهر والباطن، وأن العمل يشمل العمل الظاهر والباطن. إذن الأربع المراتب التي ذكرتها لكم هي داخلة في قول أهل السنة الإيمان قول وعمل. فالتصديق هو قول، فالقول القلب المراد به تصديق، والعمل هذا يشمل، وقول اللسان هو الإقرار، والعمل يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن أربع مراتب. هناك اتجاه آخر له وجاهته، وهو أن هذا القول لم يأتي من أهل السنة ابتداء للتقرير، وإنما لأن هؤلاء المرجئة يتفقون مع أهل السنة كما ذكرت لكم في ثلاث مراتب، وهي التصديق وأعمال القلوب والإقرار باللسان. ثم يأتي الإشكال في أن الأعمال هل هي لازمة للإقرار أو لغير لازمة، هل هي معه داخلة في المسمى أو ليست معه. فقال المرجئة الإيمان هو الإقرار ولا يلزم معه عمل، فجاء رد أهل السنة بل الإيمان قول وماذا وعمل. فيعني هذه العبارة لو فهمت على هذا الوجه الثاني لاتضح وجه الرد على المرجئة فيها، وأنهم يعني قد يقول قائل لماذا لم يذكروا المراتب الأخرى التي هي التصديق وأعمال القلوب واكتفوا بالإقرار؟ نقول لأن هذا مما لا إشكال فيه أصلا ولا خلاف فيه حتى يذكر، وإنما ينص على
التلازم بين الإقرار الذي حصل ظاهراً بالتوحيد بالشهادتين وبين الأعمال، هل تكون داخلة في المسمى أو تكون خارجة عن المسمى؟ وسواء قلت بالتفسير الأول أو قلت بالتفسير الثاني فالنتيجة واحدة لا إشكال، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا إنما قرره أهل السنة للرد على المرجئة، ثم استقر بعد ذلك قولاً لبيان حقيقة قول أهل السنة في باب الإيمان. تعيد الرد الأول هذا. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. نعم، يعني هؤلاء مرجئة الفقهاء يقولون الله عز وجل يخاطب المؤمنين عند نزول الفرائض بالإيمان، يخاطب المؤمنين بالإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وصف الإيمان متحقق لهم أو غير متحقق؟ هو متحقق، فإذا قال كتب عليكم الإيمان أو أي فرض عليكم الإيمان، فهذا الصيام مفروض ولا شك على المؤمنين، لكن هل هو داخل في حقيقة الإيمان أو خارج عن حقيقة الإيمان؟ هذا هو الإشكال. وحتى تتبين المسألة أكثر أذكر لكم هنا خمس مقامات بها يتبين وجه الإشكال في هذا الباب. المقام الأول أنه قبل نزول الفرائض لم يكن يجب على المؤمنين إلا الإقرار بالشهادتين، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والمرجئة ولا غير متفق عليه؟ متفق عليه. لماذا لا يجب عليهم إلا الإقرار ولا يجب عليهم الالتزام بالفرائض؟ لماذا؟ لأنها لم يأتي الأمر بها أصلاً حتى تجب. متى يعني يجب على المؤمن أن يلتزم بما أمر الله به؟ إذا أمر الله به، لكن قبل أن يأمر الله به ليس واجباً. ولذلك الذين كانوا يشربون الخمر قبل تحريمه هل يأثمون؟ لا يأثمون. الذين ماتوا كما ذكرنا ليلة أمس في ليلة البارحة في يعني قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هل يأثمون على ذلك ولا لا يأثمون؟ لا يأثمون. لماذا؟ لأنها لم تفرض عليهم أصلا. فالمقصود أنه لا إشكال ولا خلاف بين أهل السنة والمرجئة مرجئة الفقهاء هؤلاء على أنه قبل نزول الفرائض فليس المؤمن مخاطبا بها. المقام الثاني أنه بعد نزول الفرائض، انتبهوا لهذا، بعد نزول الفرائض يتفق أهل السنة ومرجئة الفقهاء على وجوب الالتزام بهذه الفرائض وعلى أنه يترتب عليها ثواب لمن أتى بها والعقاب لمن تركها. إذن هل مرجئة الفقهاء يخالفون في حكم مرتكب الكبيرة مثلاً عن أهل السنة ولا لا يختلف أمرهم؟ يعني عندهم أن من ورد فيه الوعيد فإنه تحت المشيئة كما يقول أهل السنة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن لا يظن ظان أن هؤلاء المرجئة مرجئة الفقهاء كانوا متساهلين في باب العمل، بمعنى أنه يلزم من قولهم إذا قالوا بأن العمل ليس من الإيمان أنه لا يلتزم به ولا يضره، فهذا لم يقل به أحد من مرجئة الفقهاء، وإنما ينسب القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة إلى غلاتهم، إلى غلات المرجئة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بالذات يقول
إن القائل قائل هذا لا يعرف أصلا، ومرة نسبه إلى مقاتل، ومرة قال هو منسوب إليه لكن لا تصح نسبته إليه. فالسؤال الذي ورد البارحة عن كتب المقالات هذا مثال جيد لها. أنت حينما ترجع إلى كتب الأشاعرة مثلاً وكتب المرجع عموماً، والأشاعرة والماتريدية مرجع في باب الإيمان، تجد أنهم عند تعريف المرجع يقولون هم الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. إذا رجعت إلى قول أهل السنة في تعريف المرجع يقولون هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان. لماذا لا يقول هؤلاء بهذا التعريف؟ لأن وصف الإرجاء وصف ذم أو وصف مدح؟ هو ذم. فهل يمكن أن يقول هؤلاء بأننا مرجع على وصف يذمون به، ولا ما يقبلون ذلك؟ ما يقبلون ذلك. إذن لابد أن يخرجوا مفهوم المرجع على مفهوم أبعد بعيد عنهم، فأخرجوه عن حقيقته، أخرجوا وصف الإرجاء عن حقيقته، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان إلى أن يكون هذا القول الشاذ الذي لم تعرف به طائفة، بل لم يعرف له شخص يقول به. فإذا رجع طالب العلم إلى كتب المقالات فوجد أن هؤلاء هم المرجئة يضطرب، هؤلاء هم المرجئة، وأهل السنة يقولون المرجئة هم الذين يقولون العمل ليس من الإيمان. يعني كما ذكرت لكم البارحة، يعني كتب المقالات انتبهوا إلى ما قد يكون فيها من إشكالات، لأنها قد كتبت بناء على اعتقاد أصحابها، فلا يمكن أن يكون أحد المرجئة يأتي فيذم المرجئة على الوصف الشرعي الذي قرره أهل السنة، وإنما يجد مخرجا يخرج به عن أن يكون مذموما، وهذا أمر في غاية الأهمية. نعود إلى المقام الثاني، هذا وهو ماذا؟ وهو أنه لا خلاف بين أهل السنة والمرجئة في ماذا؟ في المطالبة بالعمل، وأنه لازم، وأن من أتى بهذا العمل يثاب، وأن من تركه يعاقب، وأن من ارتكب كبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك ليس من قول المرجئة القول بأن مرتكب الكبيرة لا يعذب، أو الوقف في حكم مرتكب الكبيرة بأنه يمكن أن يغفر الله للجميع، هذا أمر آخر. لكن المقصود أنه ليس مما ينسب إلى المرجئة ولا تصح نسبته إلى المرجئة أنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة ما دام أن العمل خارج عن مسمى الإيمان فإذا لا يؤاخذ، هذا ليس قولا لهم. أين الإشكال إذن؟ الإشكال في المقام الثالث، وهو أن الالتزام بالفرائض ليس من الإيمان عند المرجئة، لأنه قد تحقق، هذا هو الذي ذكره الإمام أبو عبيد في الكلام الذي قرئ قبل قليل، لأنه قد تحقق لهم وصف الإيمان قبل الأمر بها. إيش معنى هذا الكلام؟ يقولون الله عز وجل حينما يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هنا خاطبهم بوصف الإيمان، وصف الإيمان متحقق لهؤلاء قبل نزول الأمر بهذه الفرائض، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ فيقول هؤلاء لو أن وصف الإيمان متوقف على الالتزام بالفرائض لكان من تحصيل الحاصل. إيش معنى هذا؟ يعني يصفهم الله عز وجل بالإيمان فيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فإذا كان الصيام من الإيمان فكيف يوصف، فكيف يكون من الإيمان الذي
لا يعني لا 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 يتحقق صاحبه به إلا إذا التزم به ولم يتركه ترك إباء وليس ترك كسل. فيقول هؤلاء يعني الوصف وصفهم بالإيمان قبل افتراض نزول الفرائض دليل على ماذا؟ دليل على أن الله عز وجل حينما يأمر بالفرائض فإنما يأمر بها ليس على جهة أنها داخلة في المسمى، وإنما على جهة أنه مأمور بها لا أكثر. لماذا؟ لأن الوصف قد تحقق قبل النزول، قبل نزول يعني الأمر بهذه الشرائع. وهذا إشكال ولا ليس بإشكال؟ هذا إشكال. فيقولون يعني يلزم من قول أهل السنة أن الإيمان أن وصف الإيمان ثابت لهم قبل نزول الفرائض، لكنه متوقف على الالتزام بالفرائض. فكيف يمكن أن يكون ثابتاً ومتوقفاً ثابتاً لهم قبل نزول الفرائض ومتوقف على الالتزام بالفرائض؟ يقولون هذا ما يمكن. إذن ما هو الحل عندكم؟ قالوا أن نقول لا إشكال عندنا في أن الفرائض يجب الالتزام بها، لكن الإشكال عندنا أن يتجدد أو أن يتحقق الوصف بأمر قد تحقق قبل الالتزام بالفرائض. وحتى يتضح لكم المقام أضرب لكم مثال. يعني لو قلت لكم يعني أيها الأفاضل المكرمون، يا أيها الحضور افهموا الدرس، فهنا مقامان، مقام الحضور ومقام فهم الدرس. فهل الفهم داخل في مفهوم الحضور ولا غير داخل؟ غير داخل. يعني يمكن أن يكون هناك من حضر ولم يفهم ولا يقدح ذلك في حضوره. فالمقصود أن هؤلاء يقولون وصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا قبل نزول الفرائض متحقق لهؤلاء قبل نزول الفرائض، فلما يأتي الأمر بالالتزام بالفرائض بعد ذلك فهذا لا يجدد أو لا يجعل التزام بالفرائض يعني لازما للإيمان أو أن الإيمان أو حقيقة الإيمان لا بد فيها من الالتزام بهذه الفرائض. فحصل عندهم الإشكال من هذا الوجه. فالإمام أبو عبيد في هذه القضية بالذات كما ذكرت في بداية الدرس بيّن أن هذا الإشكال غير وارد، وأن الإقرار الأول يأتي معه إقرار آخر بفريضة، كل فريضة على حدة يكون معها إقرار، فلا يلزم هذه الشبهة التي ذكروها. ما أدري هذا المقام الثالث واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب. المقام الرابع، الإمام أبو عبيد رحمه الله وأهل السنة عموما قالوا بخلاف ذلك. قالوا بماذا؟ قالوا إذا أمر الله بفريضة فإنه يلزم الإقرار بها كالإقرار بالشهادتين سواء بسواء، ومن أبى من الالتزام بالفريضة بعد أمر الله بها فإنه يكون في منزلة من أبى من الإقرار الأول. ويستدلون كما استدل الإمام أبو عبيد على بطلان قول المرجئة بوجهين. الوجه الأول أنه يلزم من هذا إذا قيل بأن الإيمان يتحقق وإن لم يحصل الالتزام بالعمل على جهة الإباء. أنا أكرر هذا لكي لا يفهم أو يحصل لبس في قضية الترك، مجرد الترك. فيقول العلماء، علماء أهل السنة، إن من يقول بهذا يقول بأن وصف الإيمان ثابت وإن لم يحصل الالتزام بالعمل يلزم منه لازم وهو التناقض. كيف؟ قالوا
إذا كان قد تحقق له الإقرار بالشهادتين ثم جاءت الفريضة ثم جاء الأمر بالفريضة بعد ذلك، فهو بين حالين. الحال الأول أن يلتزم بهذه الفريضة ويقر كالإقرار الأول، فيتحقق عنده إقرار إلى إقرار، فيبقى مستمرا على إقراره لم يقدح فيه. لكن الإشكال في ماذا؟ في أنه لو أبى من قبول هذه الفريضة فهل يكون مؤمناً أو لا يكون؟ المرجع يقول مؤمن. لماذا؟ لأن هذه الفريضة ليست داخلة في الحقيقة، ليست من الإيمان أصلاً، وإنما هي مطلوبة، يثاب إذا فعلها ويعاقب إذا تركها وهكذا. فيقول أهل السنة أنتم متناقضون. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون هذا الشخص مقراً آبياً، يعني يجتمع فيه ماذا؟ الإقرار وما ينافيه. وهل يمكن هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه لو كان عنده الإقرار على وجهه لتحقق منه الإقرار باستمرار عند نزول كل فريضة. يعني لماذا أقر بالإقرار الأول؟ لأنه جاءه أمر من الله بأن يقر بالتوحيد بالشهادتين، فخضع لذلك أو لم يخضع، خضع فسمي مقرا. فإذا جاء أمر بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بأي فريضة من فرائض الدين فقال أنا لا ألتزم بهذا، فهل يمكن أن يقال إن وصف الإقرار الأول يمكن أن يجتمع مع هذا الإباء المنافي له أو لا يمكن؟ يقول أهل السنة لا يمكن. لماذا؟ لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه وصفان متناقضان، أحدهما يترتب عليه أن يكون مؤمناً والثاني يترتب عليه أن يكون كافراً، وهذا لا شك أنه خطأ كبير عند هؤلاء المرجئة. هذا وجه بيّنه الإمام أبو عبيد في الرد على هؤلاء. وكثير من أهل السنة، يعني لو تلاحظون، يعني الإمام أبو ثور له كلام مهم في هذا الباب، ركز على هذا المعنى أيضا. يقول الذين يقرون لو أنه حينما فرضت الصلاة أبوا، هل يبقى الإقرار الأول أو نفس المعنى الذي أراد أبو عبيد أن يقرره هنا؟ هذا معنى مهم جدا، يبين أن أهل السنة منهجهم مضطرد، ويبين أن منهج المرجئة منهجهم متناقض مضطرب، وأنه يلزم من قولهم الجمع بين النقيضين، أن يكون هناك إقرار وما ينافي الإقرار. أما أهل السنة فعلى منهجهم أن الإقرار يعني مستمر، كل ما جاءت فريضة أقر واستمر على إقراره، فهو منهج مضطرد لا إشكال فيه. يبين ذلك الوجه الثاني الذي أيضاً أكد عليه الإمام أبو عبيد، وهو ما حصل من أهل الردة. أهل الردة كانوا مقرين بالشهادتين أو غير مقرين؟ كانوا مقرين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبوا عن أداء الزكاة. ليس المقصود أنه مجرد ترك، وإنما المقصود أنهم يعني اعتقدوا أنها كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يؤدوها مطلقاً، لا لأبي بكر ولا لغيره. فهذا حصل منهم إباء أو لم يحصل؟ حصل منهم إباء. فالصحابة ماذا فعلوا؟ الصحابة قاتلوهم قتال ردة، كما ذكرت لكم قبل قليل أبو بكر الصديق قال والله لو منعوني إقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. صحيح أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه الأمر في أول الحال، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإقرار. فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فكان رد أبي بكر
رضي الله عنه في بيان أن هذا من حقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا إيش؟ إلا بحق الإسلام، يعني عصمه مطلقا ولا إلا أن يأتوا بحقها. فشرح الله صدر عمر كما شرح صدر أبي بكر رضي الله عنهما لقتال هؤلاء قتال ردة. إذن المقصود أن ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم يناقض تمام المناقضة لما ذهب إليه مرجئة الفقهاء من أن الالتزام بالفرائض بعد الأمر بها يعني لا يكون مناقضا للإقرار الأول. وهذا يبين أن مثل هذه المسائل لابد من الرجوع فيها إلى هدي السلف الصالح، لا إلى مجرد احتمالات اللغة ولا إلى ذكر الخلاف المتأخر عند المتأخرين الذين دخلت عليهم شبهات الإرجاء ونحو ذلك، وإنما عليك في هذه المضايق والإشكالات أن ترجع إلى فهم السلف الصالح الذين حصل أن بيّنوا مثل هذه الأمور وحكموا فيها. وهذا يريحك في مسائل كثيرة جداً حينما يلتبس عندك الأمر: هل هذا من الدين أو ليس من الدين؟ هل هناك دين جديد عندنا؟ هل يمكن؟ لا. إذن ما كان عليه السلف الصالح هو الحق، فإذا تبين لك ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على منهاجهم، زيادة على أنه في هذه المسألة إجماع، ليس مجرد يعني أمر وارد، لا، هناك إجماع، والإمام الشافعي حكى الإجماع عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عصره أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المقام الخامس وهو الأخير: إذا تبين هذا فما حقيقة الفرق بين أهل السنة والمرجئة ومرجئة الفقهاء؟ إذن نقول إن بهذه المراتب السابقة الأربع يتبين أن الإقرار يثبت به الإيمان عند المرجئة ابتداء واستمرارا، وأما عند أهل السنة فإن الإقرار يثبت به وصف الإسلام والإيمان ابتداء، لكن لا بد مع ذلك استمرار الوصف بالإيمان من الإتيان بالعمل. وهذا معنى ما ذكره الإمام الزهري الإمام أحمد رحمهما الله من أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، بمعنى أن ثبوت وصف الإسلام يكون بالإقرار، فمن أقر بالشهادتين حكمنا بإسلامه ولا ما نحكم بإسلامه؟ طبعا هناك شبهة جديدة الآن في عصرنا، شبهة التوقف والتبين، هذه شبهة جديدة، فيقول أصحابها بأنه غلب الجهل على الناس وما عادوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فمجرد أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون أو حتى يقولون لا إله إلا الله ما يكفي، لازم نتبين هل هم يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله ويحققون مقتضاها أو أن ذلك غير وارد. فيعني دخل عليهم إشكال من هذا الباب، ومنهم من حكم بأن الأصل في الناس الجهل الكفر، ومنهم من توقف وقال لا أحكم بكفر ولا إسلام إلا بعد التبين، فسموا أهل التوقف والتبين. الشاهد هنا في هذه المسألة أن حقيقة الفرق إذن هي فيما يتعلق بالإقرار ومنزلته بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء يقولون إذا حصل الإقرار فإنه يكفي في ثبوت الوصف وفي استمرار الوصف، ما عاد يحتاج أن يأتي بالعمل بعد ذلك، مع أنهم يقولون كما ذكرت في المقام الثاني أنه مطالب بالعمل وأنه يثاب وأنه يعاقب إذا ترك وكذا، لكن المقصود أنه داخل في الحقيقة أو غير داخل في الحقيقة. وأما أهل السنة فيقولون لا يكفي في الاستمرار، نحن نتفق معكم في أنه يكفي في الثبوت، لكن الإشكال في أن الوصف به يستمر أو لا يستمر. إذن هذه المقامات الخمس من فهمها وعقلها وتحررت عنده تبين له وجه الفرق بين مذهب أو قول أهل السنة في باب الإيمان
وبين يعني قول هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين حصل لهم الإشكال في هذا الباب. وسيأتي من الردود للإمام أبي عبيد رحمه الله ما يبين هذا أكثر إن شاء الله. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. طيب، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق يعني العجمية. هذا إشكال آخر، يعني الإشكال الأول تبين. الإشكال الآخر عند هؤلاء أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان ماذا قال؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقلون هذا وصف يعني وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، يدخل فيه العمل ولا لا يدخل هذا الوصف في هذا الحديث؟ يدخل فيه العمل ولا لا يدخل؟ قالوا لا يدخل. فقالوا أنتم تدخلون أمراً لم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال في هذه المسألة يرجع إلى أن هذا الحديث لم يأتي فيه السؤال عن الإيمان على جهة الإفراد، وإنما جاء مقروناً بالسؤال عن الإسلام أيضاً. والعلماء يقولون بأن الإيمان إذا أطلق أفرد يعني فإنه يشمل الإسلام والإيمان، وكذلك الإسلام إذا أفرد فإنه يشمل الأمرين، يشمل الإسلام والإيمان. لكن لو اقترن الإسلام والإيمان فإنه يكون للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر. ففي حديث جبريل هذا حصل فيه إفراد ولا اقتران؟ اقتران، لأنه سأله عن الإيمان، سأله عن الإسلام، سأله عن الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإيمان وبين حقيقة الإسلام بأنها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا يقال إن الإسلام هنا أو الالتزام بهذه الفرائض التي هي الإسلام خارجة عن المسمى، عن مسمى الإيمان. والقاعدة التي اتفق عليها العلماء في هذا الباب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا. بمعنى من يشرح هذه العبارة؟ إذا اجتمعا افترقا، نعم، يعني كل واحد ذكر مستقلا، فماذا يكون؟ أين؟ إذن هذا أمر مهم. فهؤلاء حصل لهم الإشكال في حديث جبريل من جهة أنهم عاملوه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان مفردا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع الإسلام، ذكره مع الإسلام. والسؤال هنا يقلب عليهم، يقال الإسلام ما هو؟ عائشة، ما هو الإسلام في حديث جبريل؟ ما أسمعك. نعم، الإسلام في حديث جبريل ما هو؟ طيب، يلزم على قولهم أن الإسلام يمكن أن يكون ثابتاً بلا إيمان، ولا ما يلزم؟ يلزم ولا ما يلزم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام هو هذه الفرائض، يعني الإقرار بالشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم. إذن يلزم على قولكم أن الإيمان، أن الإسلام يمكن أن يتحقق بلا إيمان. هل يقول به المرجئة ولا ما يقولون؟ المرجئة يقولون بهذا؟ ما يقولون بهذا. لماذا لا يقولون بهذا؟ لأن من يفعل ذلك يكون منافقاً. من يتحقق منه الالتزام بشرائع الدين بهذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ولا يكون عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا لا يكون إلا منافقاً. والمرجئة هل يخالفون في هذا الحكم أو لا يخالفون؟ لا يخالفون. فكما أنهم لا يخالفون في هذا ينبغي أن لا يخالفوا في ذاك، كما أنهم يقولون الإسلام صحيح أنه هذه الأركان الخمسة، لكن لا يتصور أن يكون مسلم بلا إيمان. ف
فكذلك نقول لهم، وكذلك لا يتصور أن يكون من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يأتي بشرائع الدين. فكما أن هذا لازم في علاقة الإيمان بالإسلام، فهو لازم في علاقة الإسلام بالإيمان. إذن يعني هذه القضية أرجو أن تكون واضحة، يعني حديث جبريل إذن لا دلالة فيه على ما ظن هؤلاء أن فيه دلالة على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان. نعم، يعني الآن هذا الحديث هو قصته معروفة، وهي قصة الصحابي معاوية بن الحكم السلمي، حينما كان عنده جارية ترعى الغنم، فهذه الجارية مسكينة جاء الذئب اختطف واحدة من الغنم، قال وكنت من بني آدم لكنني كنت من بني آدم آسف كما يأسف أنت أسف على الشاة هذه، فماذا فعل؟ قال لكني صككتها صكة، يعني ضربها لطمها لطمة، ثم تذكر بعد ذلك أنه لا ذنب لها، الذنب لها ولا للذيب؟ الذنب للذيب. فأراد أن يكفر عن صنيعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتق هذه الجارية. والعتق الذي يثاب عليه المؤمن هو عتق رقبة مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين، السؤال الأول أين الله؟ قالت في السماء، وهذا من أظهر الأدلة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ولا نريد أن ندخل في هذا. ثم سألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. هؤلاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وصف الإيمان لهذه الجارية بمجرد الإقرار، ولم يسأل عن أنها تصلي أو تصوم أو تأتي بشرائع الدين، بمجرد الإقرار ما دام أقرت بالشهادتين فهي مؤمنة. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي قالوه؟ نقول لا. لذلك الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ حينما جاء إلى هذا الحديث بوب له به، قال باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. فالله عز وجل يقول فعتق رقبة مؤمنة، والإيمان هنا هل المقصود به الإيمان الباطن الذي لا يعلمه أحد، ولا الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام، أي حكم الإسلام الظاهر الذي نميز به بين المسلم وغير المسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها وصف الإسلام الظاهر الذي يثبت بمجرد الإقرار بالشهادتين، وبعد ذلك يعني لا نطالب بأن هذا الشخص المفترض فيه أن يصلي ويصوم يأتي بشرائع الدين، لكن لو تبين منه خلاف ذلك حينئذ ننظر في حاله. لكن الأصل ما هو؟ أن من أقر بالشهادتين فالأصل فيه أنه مسلم. فالمقصود أن استدلالهم بهذا الحديث هو خطأ أيضا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لهذه الجارية ولم يسألها عن الفرائض، إذن الفرائض هذه غير داخلة في مسمى الإيمان، وأنه يكفي في الإيمان مجرد الإقرار بالشهادتين. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني هذا وجه جامع في الرد على كل الإشكالات السابقة، أن يعني وصف الإيمان يعني هناك فرق بين ما يتعلق بالدخول في الإيمان وما يتعلق بما يلزم بعد ذلك من الاستمرار على هذا الوصف الذي ثبت لمن دخل فيه. فيقول نحن نتفق وإياكم على أن من دخل بالإقرار بالشهادتين يدخل في وصف الإسلام ويكون مؤمنا من حيث المبدأ يعني، لكن إشكالنا ليس في هذا، إشكالنا فيما بعد ذلك، وسيأتي تفصيل لمراده في قضية الدخول هذه، والتفصيل بين
بين الداخل وبين ما يلزمه بعد ذلك من عند نزول الفرائض. نعم. الشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. فلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنا ولا لذكرها موضع. نعم، يستدل هنا بدليل آخر، وهو أن الله عز وجل قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زيادة الإيمان هنا لها متعلقان: زيادة فيما يتعلق بما آمنوا به وهو الفرائض، وزيادة فيما يتعلق بحالهم هم. فالآية فيها بيان أن هناك زيادة فيما ينزله الله عز وجل، سواء في باب الخبر أو باب الطلب، حتى باب الخبر له مدخل هنا، يعني ما يأتي في كتاب الله تعالى من الخبر، أسماء الله وصفاته وعن اليوم الآخر وعن قصص الأنبياء وعن تفاصيل ما في الجنة وما في النار، كله مما يزيد به الإيمان، وهذا خبر ولا طلب، هذا خبر، فيزيد الإيمان بهذا الوجه. فمع أن هذا زيادة فيما أنزله الله من حيث أنه مما يجب الإيمان به، لكنه أيضا هو سبب يترتب عليه زيادة الإيمان من حيث هو حال للعبد. والآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا، يعني إذا تليت عليهم آياته، يعني تدبروا كتاب الله عز وجل وعلموا ما فيه من الأوامر والنواهي والتزموا بها، زادتهم إيمانا من هذا الوجه. فيقول الإمام أبو عبيد في وجه الاستدلال بهذا، يقول: أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة؟ ما المقصود بالإيمان هنا؟ نعم، الشرائع. لم ينزل عليهم الإيمان جملة، أي الشرائع، فكما لم ينزل القرآن جملة. هل المرجئة يخالفون في زيادة الإيمان من جهة الدلالة على أن يعني الله عز وجل ينزل الفرائض شيئا بعد شيء، ولا يخالفون في هذا؟ لا يخالفون في هذا. ولذلك القول بزيادة الإيمان على هذا الوجه هو أحد تأويلات المرجئة، أحد تأويلات المرجئة حينما نسألهم عن الآيات التي فيها أن الإيمان يزيد وزادتهم إيمانا، يقولون المقصود بالزيادة الزيادة في الواجبات، وليس المقصود الزيادة المتعلقة بحال يقوم بقلب العبد. والإشكال هل هو في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. إذا لا إشكال أو لا خلاف بين أهل السنة وسائر الطوائف في أن الإيمان يزيد من جهة بالنظر إلى المؤمن به، إلى الواجبات، وإنما الخلاف معهم في ماذا؟ في حال العبد. ولذلك قد تجدون، وهذا يشكل على كثير من طلاب العلم، أن عند بعض المخالفين لأهل السنة القول بزيادة الإيمان على هذا الوجه، فتجدون عند الإباضية مثلا القول بأن الإيمان يزيد. لو سألناهم: ما مقصودكم بزيادة الإيمان؟ جوابهم ما هو؟ ماذا تتوقعون؟ نعم، يقولون: من كان كافرا ثم أسلم، دخل في الإسلام، فكل والأصل فيه أنه يجهل شرائع الدين، فكل ما علم بواجب زاد إيمانه، بمعنى زاد الواجب عليه
الذي ينبغي أن يلتزم به، لكن بالنسبة لحاله هو عندهم يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ لا يزيد ولا ينقص. فهنا يرد إشكال عند بعض طلاب العلم أن يعني هؤلاء الإباضية مثلا وصرحوا في كتبهم بزيادة الإيمان، لكن لا يجرؤون على القول بالنقصان. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن هذا زاد إيمانه بمعنى زيادة الواجبات، هل ينقلب العلم جهلا؟ يعني واحد لم يكن يعلم أن الصلاة واجبة، يعني بعد ذلك يمكن يجهل أن الصلاة واجبة، ما يقولون بالنقص حتى في هذا المقام، هو مقام ما يتعلق بالزيادة في الواجبات نفسها. فلا بد من الانتباه إلى أصول الإشكالات عند هذه الطوائف، وأن ما قد يحصل من العبارات لا بد من تحرير المراد بها، لأنه هل المقصود مجرد العبارة ولا المقصود بالعبارة؟ المقصود بالعبارة، فقد تجد عبارة عند يعني حتى بعض الأشاعرة وحتى عند يعني هؤلاء مثل الإباضية يصرحون بهذا، وطلاب العلم بعضهم يشكل عليه هذا ويقولون إيش؟ ها أنتم تقولون أن هؤلاء لا يقولون الإيمان يزيد وينقص وهم يصرحون بهذا. فالسؤال هو ما معنى هذا الإطلاق عندهم، وليس نقف عند العبارة، وإنما نريد أن نحرر المعنى الذي يريدونه. نعم. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، نخفف الشرح إن شاء الله علشان. ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. يعني جاءت أحاديث كثيرة في بيان الإيمان، شعب الإيمان، على تعداد أو على اختلاف في تعداد هذه الشعب. فما وجه الاختلاف؟ يقول بعضهم يظن أنه من باب الاضطراب، لكن الصحيح أنه ليس من باب الاضطراب، وإنما كل حديث يكون في وقت فتكون فيه الفرائض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجبة في ذلك الوقت، ثم يأتي الأمر بفرائض أخرى، تأتي الزيادة، ولا زال الدين ينزل والفرائض يعني تستكمل، حتى أنزل الله عز وجل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. يعني هذا الحديث هو من أظهر الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان. هذا الحديث يسمى حديث وفد عبد القيس. هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإننا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. فقال: آمركم بأربع، ثم ذكر في أولها إيش؟ الإيمان. ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم أركان الإسلام. إذن في هذا الحديث الذي جاء على جهة الإفراد، انتبهوا، هنا الحديث هذا جاء على جهة الإفراد وليس على جهة اقتران الإسلام والإيمان، أمرهم بالإيمان. فلما سألوه بيّن لهم أن الإيمان هو شرائع الإسلام الظاهرة، وأنهم لأنهم يريدون ماذا؟ يريدون الالتزام بأمر فصل يخبرون به من وراهم، لأنهم ما يستطيعون، يعني كل فترة يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يجب عليهم، لأن هذا الحي من مضر يحول بينهم وبين أن يسألوا باستمرار عن شرائع الدين، فأرادوا أمراً يرجعون به إلى أهليهم يخبرون به أو يخبرونهم بما يلزمهم من الالتزام به من دين الله عز وجل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم
قال آمركم أول شيء أو آمركم بالإيمان، ثم قال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الإيمان يعني ذكر فيه شرائع الدين كما في الحديث الذي عندكم هنا. فهذا من أظهر الأدلة على ماذا؟ على أن شرائع الإسلام داخلة في مسمى الإيمان. ومن الذي فسر هذا التفسير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد حدثنيه يعني يحيى بن سعيد من ترك من ذلك سهما فقد ترى، يعني يمكن أن ينقص الإيمان عنده مع بقائه على الأصل، لكن من ترك الجميع فقد ولى الإسلام ظهره. نعم. قال أبو عبيد حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا. يعني عاد إلى الأصل الأول الذي قرره أن الإيمان نزل مرة واحدة، الشرائع نزلت دفعة واحدة مرة واحدة، ولا نزلت شيئا بعد شيء؟ أي نعم، فهذا المقصود. والأحاديث يعني كانت على هذا الوجه. نعم. فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد يعني هذا من أظهر الأحاديث على في بيان شعب الإيمان، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74، وفي رواية 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث. وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. شعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة، من شعب الإيمان ما لا بد منه في تحقيق الإيمان، ومن شعب الإيمان ما هو من كمال الإيمان الواجب، ومن شعبه ما هو من كماله المستحب. نعم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والعلماء اجتهدوا في هذا، ولذلك تجدون أنهم كتبوا في شعب الإيمان للاستقراء ما هي الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية، فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان وأشك أقال يوم الجمعة أم لا.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد ابن سلمة عن عمار ابن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. وهذا من فضل الله عز وجل، يعني لم يكن يعني ذلك مقصود أن يكون هذا، ولكن حصل أنها كانت في يوم عيد، فهذا من فضل الله على هذه الأمة. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان، فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج: فلو كان الإيمان كاملاً بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معناً، وكيف يكمل شيئاً قد استوعبه وأتى على آخره. يعني بعد أن ذكر هذه الأحاديث الدالة على شعب الإيمان وذكر الآية في اليوم أكملت لكم دينكم، يقول بأنه لو كان الإيمان كاملاً بالإقرار، يعني الذي يدعي هؤلاء المرجئة أنه يتحقق الإيمان كاملاً به بدون الالتزام بالفرائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئاً قد استوعبه وأتى على آخره. هنا أعيد ما ذكرته قبل قليل من أن ما يتعلق بالكمال هنا، إن أريد به الكمال في الشرائع نفسها فلا إشكال، والمرجئة لا يخالفون فيه، وهذا لا يستدل به عليهم أصلا. وإن أريد به أنه كل ما نزلت فريضة استجاب المؤمنون لأمر الله عز وجل وقروا وخضعوا وأنابوا فزادهم الله عز وجل بذلك إيمانا، فهذا هو الوجه الذي يرد به على هؤلاء. وكلام الإمام أبي عبيد هنا مجمل، لكن يفسر على هذا الوجه، أنه ليس الرد عليهم من جهة كمال الشرائع نفسها، بل هذا من تأويلاتهم أصلا، هذا من تأويلاتهم بزيادة الإيمان، وإنما الرد عليهم في أن هذا الكمال أو هذا التنزل شيئا بعد شيء في فرائض الدين حين يحصل استجابة من المؤمنين له، فإنه يحصل بذلك، مع أنه كمال في الدين، يحصل به أيضا زيادة في إيمانهم، فهذا هو الوجه الذي يرد به على هؤلاء. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ يعني في الحديث الذي هو حديث الإيمان 74 شعبة. قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ كذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث: الغيرة من الإيمان، وفي الرابع: البذاذة من الإيمان، وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان، فكل هذا من فروع الإيمان. كما ذكرت لكم، أهل العلم اهتموا بهذا الجانب وألفوا في شعب الإيمان تآليه مستقلة. ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة، ثم قيل: نحن يا رسول الله، فقال: بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله: ما وجه الكلام في زيادة الإيمان على في الرد على هؤلاء؟ لأنهم يقولون الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقص، فالأحاديث التي فيها كمال الإيمان دليل على أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، فمنهم من يكمل إيمانه ومنهم من ليس كذلك، إذن فهذا دليل على ماذا؟ على بطلان قول هؤلاء. في القول
بأن الأعمال غير داخلة عندهم، وفي القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والإمام أبو عبيد في هذا الباب أو في هذا الباب نعم دمج بين الأصلين، ما يتعلق بدخول العمل في مسمى الإيمان وما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه للتلازم بينهما. نعم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، وقد روى مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه، نكتفي بهذا، نستأنف غدا إن شاء الله من هذا الموطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.